إيه صباح الخير، هلا هلا صباح الخير. إيه أنا مرة جوعان أريد أكل. أوكي خوي خوي خذلك هاي الخبزاية. أوكي عندنا ماية لو لا؟ عندنا ماية. إيه عندنا الحمد لله ماية. أوكي بس خلي أشرب شوية ماية. أوكي لا خلص الماية. أنت عطشان خوي؟ أنت عطشان؟ لا والله حتى الماية خلص من يمنا والخبز. شلون مرته هاي؟ بالله خليني اروح الجاري اقول له ينطيني اكل. اي سلام عليكم جاري، افتح لي الباب. اي هلا. وعليكم السلام. وعليكم السلام. هلا اني وخوي هناك في ذا البيت خلص من يمنا الماء وخلص من يمنا الاكل، واني اعرف انك كلش غني وعندك هواي فلوس، اتمنى تنطينا شوية اكل بليز، شوية ماية. لا ما عندي شيء، روح ما عندي شيء انا، هسه ما عندي شيء انا. بليز يا اخي افتح لنا الباب بليز، والله نحن كلش فقراء يا اخي. بليز ما عندي شيء، اقول لك ما عندي شيء، يا اخي روح ما عندي يا شيء. اخي حتى شوية خبز شوية ماية يا اخي نكمل نعيش بيهن بليز. مو قلت لك ما عندي شيء، ترى اجيب الشرطة. ما عندي ولا شيء يا اخي، انا هسه عندي شغل، لا تعطلني، انا اريد اروح للشغل يا هسه. اخي يا اخي بليز قبل تروح لشغلك بليز انطيني شوية اكل، والله راح نموت بالجوعان يا خوي بليز. لا هسه انا ما اقدر، اعذرني هسه انا ما اقدر، عندي شغل عندي دوام، انا خلي اروح. اوكي خلص تعال خوي راح نرجع البيت انا، تعال. اوكي ارجع 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 خوي 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 ارجع ارجع خلينا نبوق من عنده شوية اكل، عنده هذا كلش غني ذا. بوق 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 اخذ اخذ اكل اخذ اكل اخذ اكل. ما عنده اكل؟ ما في اكل؟ هي ما عنده اكل ذا. اوكي اكل اكل اكل، جيب 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 بعد موارد، جيب بعد موارد. اوكي خلينا نبوق كل شيء كل شيء كل شيء كل شيء كل شيء. شنو هالصوت؟ داخلين بيتي، داخلين بيتي، تبوقون من عندي؟ طلع طلع الاغراض مالتي، طلع جيب 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 طلع اغراضي. ما تطلع ما تطلع، وين هسه اجيب لكم الشرطه. خلاص خلاص ما سرقنا اشي، ما سرقنا اشي، بس شويه اكل. لا لا جيب 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 بس هاي بس هاي الحبه انا سرقت، اسف. جيب الاغراض كلها، ترى انا اجيب الشرطه. لا لا بليز بليز بشرفك لا تجيب الشرطه. شوف اخوك، شوف اخوك عنده اغراض اخذها من عندي. اخوي اخوي عندك اغراض؟ شوف ده يقول لك لا ما عنده اغراض، خلاص ما بقنا اشي، خلاص يلا نرجع للبيت. يلا 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 خوي تعال تعال نرجع للبيت، ما سرقنا شيء، ده يتهمنا نحن سرقنا اغراض. تعال 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 خوي تعال تعال يلا تعال خلاص خلينا ننزل جوا. تعال تعال سد الباب سد الباب سد الباب. تعال عندنا هذا الكهف، خلينا نحط فيه موارد، خلينا نحط فيه موارد. تعال انزل يلا خلينا نحط فيه موارد. تعال حط كل شيء كل شيء كل شيء لا تبين عليه. اوكي يلا نصعد يلا يلا. انا خليني اروح للشغل ما دام انه اعترف وقال انا ما بقيت ولا شيء، خليني اروح للشغل وكمل وارجع. يلا صديقي يلا صديقي صديقي يلا نكمل يلا نكمل البوق. يلا يلا فرصتنا 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 يلا راح نصير اغنياء. يلا جيب جيب كل شيء كل شيء، استكات دايموند اكل كل شيء جيبه كل شيء، اهم شيء الاكل لان نحتاج مره كثير اكل. يلا يلا جيب 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 جيب. يلا يلا خذ خذ خوي كل شيء كل شيء، خذ خذ الاكل اكل، جيب جيب الاكل. اوه هنا انا في اكس حلو. يلا يلا والله فكره حلوه، يلا نشيل كل الصناديق، يلا شيل 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 شيل. يلا نبوق كل شيء، لازم لازم اليوم ناخذ كل شيء لان ذا الغني كلش طماع يعني ما يريد ينطينا اي شيء، فخلنا نبوق من عنده كل شيء. ويلا على السريع يلا على السريع على السريع، راح يجي راح يجي من الشغل. يلا على السريع ابوق كل شيء ابوق كل شيء. اوكي شلنا كل الصناديق، يلا ارجع ارجع ارجع. يلا نرجع للبيت يلا يلا تعال تعال خوي. يلا خلينا ننزل الاغراض. يلا تعال 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 تعال. يلا خلي اسد الباب. اوكي يلا ننزل جوا، يلا نزل الموارد نزل الاغراض نزل الاغراض. اوكي نزل هنا نزل كل شيء كل شيء، لا تحط شيء حتى لا يبان عندنا ان احنا بقنا الاغراض. اوكي يلا على كل شيء كل شيء كل شيء كل شيء. يلا خلاص نطلع يلا هسه يلا. ها منو خلى الابواب مفتوحه؟ انا اتذكر 100% سديتها قبل ما اروح للدوام، راحت اغراضي كلها، الدايموند والاكل مالتي والفلوس كلها باقوها. لا هسه انا شو اسوي؟ اكيد هذا جاري، اكيد انا متاكد 100%. خلي اروح اساله، خلي ادق على الباب، اكيد 100% وماخذه. الو السلام عليكم صاحبي جاري. ها ايش في يا اخي ايش في؟ منو منو منو؟ ها هاي السلام عليكم. انا جارك انا جارك. وعليكم السلام يا اخي، كنا نايمين، ايش فيك يا اخي؟ ايش فيك يا اخي؟ ماخذين ماخذين اغراضي كلها واكلي، منو ماخذها؟ شنو ماخذين يا اخي؟ ما ماخذين شيء، شوف حتى الصندوق ما بيه شيء يا اخي، شنو ماخذين شيء؟ انا متاكد انت يا اخي، وش ذا وش ذا الاتهام يا اخي؟ تتهمنا به يا اخي؟ والله ما كل شيء ماخذين، تدق علي الباب بالفجر، ايش السالفه يا اخي؟ انا كنت عايف الباب مسدود. يلا روح روح ارجع 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 لبيتك يا اخي، خلاص حطنا ننام براحتنا. يلا روح يلا راح اجيب الشرطه العاد، انا راح اجيب الشرطه. خلاص يا اخي ما عندك اثبات، شنو يا اخي؟ ما سرقنا شيء. انا عرفت الباب مسدود ما خليته مفتوح، اكيد اكو واحد منكم فتحه يا اخي. مو احنا ايش السالفه؟ نحن نايمين من المساء يا اخي، ايش السالفه؟
والله مو نحن. وانت جيتني الصبح همين، انت واخوك جيتني الصبح وبقيت من عندي ودخلت بيتي. تعال ادخل، تعال ادخل، شوف شوف الصندوق، افتح الصندوق، افتح الصندوق. ها اكو اشي؟ اي والله ماكو شيء هنا. خلاص يلا 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 انقلع، يلا انقلع. بس لا، شنو شنو الدليل انه ماكو عندكم شيء؟ يمكن ضامي بمكان. شنو ضامين بمكان يا اخي؟ كل شيء ما عندنا خلاص، يعني فوق السطح عندنا اغراض ما في يا اخي. يمكن يمكن عادي، يمكن باي مكان تخلوه. شنو يمكن جوا السرير؟ يمكن جوا السرير. خليه يا اخي، ده يخرب في بيتنا يا اخي، اطلع. خليش اخوك مبين عليه خايف، اكيد اكو فتشي هنا. لا لا مو خايف، انت شنو تجينا بالفجر يعني بالليل وتقول اخوي مو خايف؟ اكيد يخاف يا اخي. لا اكيد انتو اكيد مبين عليكم، انتو همين جيتوا ودخلتوا بكيفكم بدون ما انا اسمح لكم. طيب طيب رجع الاسره يا اخي، حتى الصبح راح يجي. ايش السالفه يا اخي؟ خلنا يا اخي، والله مو نحن، بلكي شخص هناك اللي يشتغل وياك، لو اللي يشتغل في القريه سرقوك، لو ما ادري يا اخي، والله مو نحن. لا انا كنت مراقبهم كلهم، وكانوا كلهم دا يشتغلون وياي على نفس الشغله، فماكو الا انت واخوك، واحد من عندكم، لو اثنينكم يمكن مشتركين بنفس الجريمه. شوف ليش كل البلوكات هاي خضراء ما عدا هاي طين؟ اكيد اكو فتشي جواها، اكيد. ماكو شيء يا اخي، اطلع من البيت، اطلع من البيت، ماكو شيء. وخر خليني اشوف، وخر. لا لا بس انا راح اجيب، هسه راح اجيب هذا الشفط واجي احفر البيت، اشوف ادور على الاغراض مالتي. خليني اجيب بس. خوي ايش رايك نشرد خوي؟ راح يقفطنا. خوي نشرد. جيت انا، جيت هسه ادور. لا يا اخي ما في شيء، ما تدخل البيت. وخر خل ادور. يلا اشرد خوي، اشرد اشرد اشرد. ماردي خوي، اشرد ماردي، لقيته ماردي، اشرد خوي. طلعوا حراميه وانا كنت اريد اساعدهم. يلا تعال خوي، تعال. ايه في صندوق هنا، خلنا ناخذ كل شيء. ايه حلو، في تي ان تي. ايش رايك خوي، ايش رايك نفجر بيته؟ تعال خذ جاحه، خذ. اوكي عندنا دروع، يلا الزم لك هاي خوي، ارسم لك بنطلون خوي. اوكي اعتقد صرنا اغنياء والله، هذول الموارد كلش حلوات. ها خوي ايش رايك نروح نفجر بيته، لان عارف مكاننا السري، لان بيه كثير موارد ذا. ايش رايك نروح؟ يلا تعال يلا تعال، لازم نفجر بيته حتى ننتقم. يلا تعال ذاك وينه، شوف بيته، يعني هو عنده قصر وما يريد ينطينا ولا حبه اكل، تخيل يعني، والله كلش طماع. هذا شنو؟ لا دا يكسر بيتنا. هي يا ورع، لا ليش كذا بيتنا؟ لا شرد. تعال والله، تعال خوي تعال نفجر بيته. تعال ما يستاهل ذا، لازم نفجر له بيته. يلا خلاص، يلا اطلع. خلاص يلا مع السلامة بيتك، يلا هسه راح تشوف. ها تكسر لنا بيتنا، يلا ابلع. فجرت بيتي؟ يب فجرنا بيتك لانك كسرت لنا البيت حقنا. يلا احرقها. لا اطلع برا هسه اجيب لكم الشرطة. احرق البيت بس، خلطة. لا اطلع برا. هي اوكي، كسر البيت، خرب البيت. يلا لا راح ادق على الشرطة، راح ادق على الشرطة. فجر. راح يدق على الشرطة خوي. يلا نشرد خوي، يلا. تعال. لا خوي، لا مات خوي. لا ليش كذا؟ ليش؟ انتوا حرقتوا بيتي واعتديتوا على ممتلكاتي وجيتوا تبقون من عندي بالبداية. ليش قتلت خوي يا اخي؟ انتوا اخذتوا مواردي وضميتوها يمكم، حتى ما اعترفتوا بهذا الشيء، انا جيت ودورت عليها. طيب حتى اذا سرقنا يا اخي ليش تقتل خوي؟ يا اخي بس ذاك الشخص اقرب شخص لي، ليش هسه راح ابقاني ومنه؟ لا ليش كذا؟ عادي انت ابقى وحدك. ايش سويت لك يا اخي؟ ايش سويت لك؟ ليش؟ دق المنبه، هسه لازم استيقظ. اوكي دقيقة، والله لنتقم لك يا اخوي، بس ثواني. والله صار لي اسبوعين واني اتجمع في كل ذا التي ان تي او المتفجرات حتى اروح افجر ذا البيت اللي قتلك، والله لنتقم لك يا اخوي. اوكي والله لنتقم لك يا اخوي، والله عدله بيته. اوكي خلي اروح لهنا. اوكي احط المتفجرات زي كذا. يلا نام يلا خلاص، هسه راح تتفجر انت وبيتك. ها تقتل خوي، والله لا شوفك يا ورع. خلاص اوكي نحط المتفجرات في كل مكان. والله لا افجرك. ايش قاعد تسوي؟ اوكي. لا راح تفجر المكان كله. ليش؟ لا فجرت المكان. انت قتلت خوي فلازم تتعاقب. تعال لازم. لا تعال واني ونايم وتفجر حتى. تعال. لا فجرت بيتي.
وهم انا تريد تقتلني هم انا يب اريد اقتلك لانك انت قتلت اخوي لازم اخذ بتاره تعال تعال لا راح اخليك ما راح اخليك راح اشرد تعال لا تعال لا لا خليني 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 ارجوك ارجوك خليني ارجوك تعال والله لا اقتلك والله لا انتقم موت موت خلاص يلا مع السلامه خلاص والله انتقمت لك خوي إيه الحمد لله انتقمت الخوي وهسه مطمئن اني خلاص الحمد لله والله شو اسوي هسه اني